تعودنا على قمة الإعلام العربي بدبي، هلأ صارت قمة بطلت المنتدى، إنها تكون منصة جامعة لكل المعنيين بالإندستري الإعلامية. وكل سنة في توسع، يعني كنا عم نحكي بالإعلام من 15 سنة، اليوم عم نحكي بإعلام مختلف، عم نحكي بالبودكاست، عم نحكي بالديجيتال ميديا، عم نحكي بالإنفلونسرز، عم نحكي بالسيتيزن جورناليست. كان في واحدة من الحقيقة المحاضرات كان فيها شخص صبية عم تشارك من غزة، هي واحدة من الأشخاص اللي ساهموا بنشر ما يحصل في غزة عبر الإنستغرام وغيرها من المنصات. سو الإعلام عم يتطور، الديستريبيوشن عم يتطور، الكونتنت عم يتطور، وقمة الإعلام العربي بدبي أيضا عم تواكب كل هذا التطور لكلنا نتعلم من بعض. وإذا بتلاحظ شوي شوي التقسيمات التقليدية اللي كانت بين إنه إعلام تقليدي وإعلام ديجيتال كله انتهى. اليوم كلنا عم نفكر what is the content that is able to reach the people, that is able to generate engagement, that is able to resonate مع العالم والناس وهواجسها واهتماماتها. So بعتقد التحدي، ويمكن الإعلام من أكثر الصناعات اللي فيها تحول وعم تشهد هيك تغيرات. قمة مثل قمة الإعلام العربي بدبي أكيد منصة حيوية لمواكبة كل هذا المناخ. مطلوب منا تواكب وإلا ما رح تكون موجودة. يعني أنت اليوم عم تواجه سلاح الدمار الشامل بالنسبة لنا، هو كان الريموت كنترول، هلأ صار التليفون. هل المادة تبعك اللي عم تنتجها على التلفزيون قابلة أن تتحول إلى منتج على الديجيتال؟ قابلة أن تكون مادة مستهلكة من قبل مستهلك صغير بالعمر، عنده هواجس مختلفة، عنده أولويات مختلفة؟ هذا التحدي اللي مطروح على كل قادة الاندستري. طبعا التلفزيون باقي، ما راح يختفي، بس النقل من التلفزيون للديجيتال، وكل محطة تلفزيونية عندها ديجيتال آرم بالنتيجة، بس قديش في عليها اكسكلوسيف كونتنت او اوريجينال كونتنت فور ذا ديجيتال، معمول بمنطقة الديجيتال، معمول بعين الديجيتال، ومعمول لمستهلك الديجيتال. هذا تحدي كتير كبير، تحدي استثماري اولا، تحدي على مستوى المواهب وتوفرها، وتحدي على مستوى الاستمرارية والديستريبيوشن، وان انه تو ميك سنس للاندستري، لصاحب المال او صاحب الاستثمار.